السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم البغرير بلا خميره بلا خلاط كهربائي. غادي نحضروه غير في القنينه، واي مبتدئ او مبتدئه يمكن لهم يحضروا هذا البغرير بطريقه ناجحه. وكنتمنى تشاهدوا الفيديو الى الاخر، وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي جيم او اعجاب وشاركوه مع العائله والاصدقاء على موقع التواصل باش تعم الفائده على الجميع. والمرجو الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. الان ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا 150 غرام دقيق الرطب الخاص بالحلويات، عندنا 150 غرام دقيق الصلب يعني الفينو، عندنا 500 مليلتر ديال الماء، عندنا 14 غرام الخميره ديال الحلوى يعني جوج شاصيات، عندنا معلقه كبيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الملحه، عندنا القنينه فينا غادي نخدموا البغرير ديالنا. عطيتكم بالغرام، غنعطيكم بالكاس العنبه. بالنسبه للدقيق الرطب عندنا كاس اونص بالكاس العنبه، الدقيق الصلب عندنا كاس وربع ديال الكاس. بالنسبه للماء عندنا 3 د الكيسان بالكاس العنبه، دائما كنعبروا بالكاس العنبه. هالطريقه هذه ديال البغرير راني درتها خصيصا على الطلبه اللي كيكونوا بعادين عن العائله ديالهم وكيبغيو يديروا واحد الشهيوه وما عندهمش الالات باش يخدموا. هالطريقه هذه راها سهله. هنا كنصبقوا الماء هو الاول في القنينه، الماء بارد من روبيني. هنا هذا الماء هذا غادي نزيدوا عليه الملحه، زدنا الملحه، غادي نزيدوا الخل. حتى الخل كيساعد على الاختمار ديال البغرير ديالنا. هنا دابا كما قلت لكم الطلبه ما كيكونش عندهم يعني قوه الالات في الدار، اما بحال دابا حنايا هنا غادي ندير المحقول يعني الدواز، وغادي ندير فيه كل شيء دقيق ديالي وكل شيء وكيهبط بواحد السهوله. هما ما ديكوش عندهم الدواز، شنو غادي نديرو؟ نديرو الدقيق ديالنا، يعني هذا راه غير كاغيط، راه سقساوني عليه المتابعين في الطنجية المغربية، في سديت به الطنجية وقالوا لي هذاك واش كارطون؟ هذا ماشي كارطون، هذا غير ورق كيخدموا به الباتيسريه وكيخدموا به السناكات. هنا غادي نزيدو الخميره ديالنا وغادي نخلطو. لان الا مشينا حتى صبقنا الدقيق هو الاول هنا في القنينه راه كيبقى لنا الدقيق لتحت لاصق في القنينه، هكا يعني كنخلطو كنصبقوا الماء هو الاول. كتجينا طريقه سهله وناجحه وما كتعذبناش كاع. يعني كنهبطو غير هكا حتى كنهبطو كلشي. هنا واخا مازال ما هبطناش كلشي، حنا درنا تقريبا النص اللي خدمناه هكا، لان الا درناه كله تقدر القنينه ما تكفيناش، ولكن هكا كنهبطو شويه بشويه. هنا من بعد ما كملنا الدقيق ديالنا كله في القنينه كنبداو نخدموه على هاد الطريقه هذه. هنا كنخدموه 3 ديال الدقائق وحنا كنخدمو هكا، وكان عاوتاني نحطوه واحد جوج 3 دقائق على ما ارتحت لنا يدينا، كان عاوتاني نهزوه 3 دقائق حتى 4 دقائق وحنا كنخدموه بهاد الطريقه هذه. من بعد كنحطوه كنخليوه 10 ديال الدقائق عاد باش كنعاودو نرجعو له. من بعد 10 دقائق هانتوما شوفوا القوام
ديال العجينه ديالنا، يعني ماشي خفيفه سائله وماشي قاصحه. وهانتوما تشوفوا هاد الفقاعات هادو اللي في العجينه ديالنا، هذوك يعني كيقول لك راه العجينه ديال البغرير ديالنا راه ناجحه. هنا انتم تشوفوا القوام، هذا هو القوام المرغوب. عندنا المقله اللي كنكونوا كنديروا فيها البغرير، عندنا البغرير اللي كخيب الورقه. هاد المقله هذه راه حنا ما كنقليو فيها حتى شي حاجه، ما نقليو فيها لا بيض لا ملوي لا حتى حاجه، كنخليوها ثلاثه هاد الوصفات. وكاينه اللي بالنسبه كما قلت لكم للطلبه كيمكن لهم ياخذوا هذه، هاد المقيله هذه حتى هي كدير البغرير مزيان. هذه ما غالياش، هذه كدير 15 درهم حتى هي كدير لنا البغرير زوين. هنا رطينا المقله ديالنا فوق النار، كنديرو هكا كنحسو بالمقلة راها سخنات، يعني الصف ديالها. هنا غادي نديرو البغرير، هنا نار كتكون ماشي مجهدة بزاف وماشي قليلة، نار كتكون متوسطة. هذه البغريره الاولى، لان البغرير راه واخا بعد شي ساعات كتكون فيه الخميره ديال الخميره الفوريه اللي كنخمروا بها الخبز، ولكن الاولى تقدر ما تنجح لكمش الاولى والثانيه عاد كيبدا يصدق، ولكن هذا راه البغريره الاولى هذه هي صدقات وكامل كيمشي لنا بهذه الطريقه هذه. هنا النار خصها تكون في الجناب وتكون النار حتى في الوسط، ماشي يعني النار نديرو غير في الوسط والجناب ما تكونش فيهم النار، او لا يكون غير في الجناب والوسط، لا. العافيه ديال البغرير اللي كنطيبو بها البغرير باش يجينا ناجح خص العافيه تكون على قدر المقله اللي عندنا. البغرير ديالنا راه حنا ما كنقلبوهش كيبقى هكا، الا حتى ما كتبقالناش كاع العجينه كاينه في البغريره عاد باش كنحيدو البغريره ديالنا. هنا البغرير فاش كنطيبوه اللي طيبناها كنحطوها هكا على واحد المنيدل، والبغريره فاش كنطيبوها ونحيدوها من المقله ما كنحطوهاش هكا، يعني بغريره فوق بغريره لا، كنديرو وحده هكا وكنديرو الثانيه هكا وحنا غاديين، ما نديروش الوجع الوجه. علاش؟ بعد شي ساعات كيكون هذا الوجه هذا محمر، وفاش كتحطيه هكا يعني كيضبط في البغريره الثانيه، هادشي علاش كنديروا له هكا. هنا هانتوما تشوفوا البغريره راه متقب حتى من على من حتى من التحت راه متقب. هاد المقادير اللي صوبت اليوم راهم عطاوني 7 بغريرات هكا كبار، وإلا درتهم صغارين غادي يعطوني 22 بغريره. بالنسبه للدهن كيبقى لكم الاختيار، الزبده البلديه، لجولي ديال سفرجل. المقادير وطريقه التحضير راها عندي على القناه. وهذا البغرير 3 دراهم باش طاح عليا. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش تحميل تطبيق كويزين ربيعه او مطبخ ربيعه على الهواتف، وبصحه وراحه.